صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلوم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. السلام على أبي الفضل العباس، السلام على ساقي عطاش كربلاء، السلام على قطيع الكفين، السلام على ناصر الحسين، السلام على حسين جميعا وعلى علي الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسين. يا ليتنا يا سيدي كنا معكم فلعلنا نفوز فوزا عظيما. أمه خر على الفرات لوائي سقطت راية العباس. العباس يخاطب أم البنين، أمه خر على الفرات لوائي وهويت مخضوبا بفيض دمائي. يعني وقع العباس على الأرض يتشخب بدمه، وهويت يا أمه مخضوبا بفيض دمائي. أمه يا أم البنين، أمضني حال الحسين. يعني من عندما رأى الحسين انكسر قلبه. أمضني حال الحسين وقد جثى
بإزائي، يعني جلس بجنب الحسين ووضع رأسي في حجري. يقول لهفي يا أمه وقد أريع لمصرعي، يعني بكى لما رآني على الأرض. أمه لهفي لهفي وقد أريع لمصرعي، فأسال دمعته على أشلائي. الله بكى لمصاب العباس. يوم أتى الحسين ورآه مقطعا إربا إربا بكى الحسين. يقول أمه ليتك كنت عند جنازتي، يعني ليتك حاضرة وياي، ليتك كنت عند جنازتي وحسين يمزج دمعه بدمائي. الله يا أم المؤمنين. يقول الحسين أخي أخي يا أبا الفضل، أخي كسرت ظهري والعدا، واليوم وصل إلى جسد العباس وضع يده الحسين على ظهره يقول أخي لقد كسرت ظهري وقلت حيلتي. أخي كسرت ظهري والعدا شمتت بي، ويا لشماتة الأعداء. ويا لشماتة الأعداء. بعد مولاه يقول أمه لم يمكني يا أمي قسوة ما جرى. يعني العباس لا يهمه ما الذي جرى عليه، لا يهم أن كفيه مقطوعتين، ما الذي يهمك يا أبا الفاضل؟ يقول أمه لم يمكني يا أم قسوة ما جرى، لكن بكيت لسيد الشهداء وحسين. بعد يا أبا الفاضل يقول أمه شنو تريد يا أبا الفاضل؟ يقول أمه وبكيت للزهراء تندب مصرعي. يعني كانت الزهراء عند جدتي يا يما، وبكيت للزهراء يا يما جالسة بجنبي. ماذا تفعل الزهراء بجنب العباس؟ تنوح بين بكائه وبكائي. بعد ماذا تقول الزهراء للعباس؟ الزهراء ماذا تقول لأبي الفضل العباس؟ تقول عباس يا ولدي. يا زهراء عباس يا ولدي قتلت يا ولدي ولم تشرب من الماء، قتلت يا ولدي ولم تشرب من الماء. بعد مولاي يقول أمه يا أم البنين أنا أبكي لمصيبة عظيمة. أي مصيبة؟ يقول أمه أبكي حزني لزينب وهي تراني مقطعة إربا تنادي بصوت
ينادي بصوت ضامع أين كفيلي؟ هي تنادي بصوت أين آيا أين كفيلي؟ نعم يا زينب أين العباس هذه الليلة؟ تقول الرواية أن العباس هذه الليلة على شاطئ الفرات. ماذا يفعل؟ مقطع الهرم الهرم، سهم في عينيه، رأسه مفتوح بعمد من حديد، كفوفه مقطعة. أين زينب عن مصرع العباس؟ أين العباس يا زينب هذه الليلة؟ كأني بزينب تنادي تقل يا أبو فاضل خليني أشوفك هاي الليلة. تقل يا أبو فاضل هالليلة خلي أشوفك. ليش يا زينب؟ تقل يا أبو فاضل بس لا تجيب لا تفوفك يا أبو فاضل، بس لا تجيب لا تفوفك. ليش يا زينب؟ تقل لا تجيني بلا جفوفك، بعد ما بيا صبوة ومن تجهزني الحفرتي انزلي وياي القبور. اه يا زينب وهونك اعلمتوني خويا ترى سيات الزجور، وخدي ليما من توسدار بأذار كف الشبر. وولا تقل هذا حالي يا كافلي من تجيني، هذا حالي يا كافلي من تجيني. مع زينب يا أبو فاضل خليني هالليلة أشوفك، يا أبو فاضل بس لا تجيب لا تشوفك. صوتك يا أبو فاضل خليني هالليلة أشوفك، يا أبو فاضل بس لا تجيب لا تشوفك. تقل تدري لو ما تدري حفر اخويا قبري، تدري لو ما تدري حفر اخويا قبري. عظم الله اجورنا واجوركم في مثل هذه الليله اخواني. اقترب العباس من الحسين، قال اخي يا حسين لقد ضاق صدري وسئمت الحياة، لما يا أخي؟ قال إن سكينة قد أتت إلي تحمل الطفل الرضيع بين كتفيها، وهو ينادي كأن به ينادي العطش يا عمّا، العطش يا عمه يا عباس. رق قلب العباس لهذا الموقف، طلب الإذن من الحسين، قال أخي أتأذن لي بالنزول إلى الميدان؟ الحسين أرخى عيونه بالدموع، قال لا يا عباس، أنت حامل لوائي، أنت عميد كبشي، إلى أين تذهب يا أبا الفضل؟ قال والله لقد ضاق الصدر يا حسين. نعم أراد أبا الفضل أن ينزل إلى الميدان، لكن استقبلته سكينة، سكينة بنت الحسين سلام الله عليه. قالت عم اقترب إلي. اقترب العباس منها
آجركم الله؟ قالت عظما امسح على صدري. مسح العباس على صدرها قالت عما عم يا عباس انا عطشانة. عم يا عباس انا عطشانة. يقلها يا سكينة ردي الخيمة ردي وطلبتك هاي بعد ساعة يا سكينة اجيب الماي. نعم سيدي ودع سكينة ثم إلى أين ذهب يا شباب؟ إلى أين يا إخوان راح العباس؟ وصل إلى خيمة زينة. كيف طلب الإذن من زينة؟ ماذا قال لها؟ حمل الراية وضعها أمام زينة. هز العلام وقال له يا زينة والله لعيونك لجيب الماي. قالت أبا الفاضل أنا خاف تروح وبعدك ينهتك ستري. ذكرها كفى يا زينة. قال أنا أبويا داح الباب علي. قالت لا تذكرني أنا أم براس الباب تصرخ يا علي يا سندني. أخاف تروح وبعدك ينهدك ستري. أعتقل أخوي لوين تروح أنا مين يتكفل بي؟ قال لها يا زينب حسين والله وكلهم رجالك يا زينب. قالت لا أنا ريد البطن يكون بخير لي. نعم ودلها ودعها العباس. مشى قليلا زينب أتت وراءها رفعت يدها نادت بأمان الله يا عيوني بأمان الله يا حجاب صوني بأمان الله. أبا الفاضل عظم الله أجوركم إخوان. نزل العباس إلى الميدان جعل يحارب محاربة الأبطال. يقلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة إلى أن وصل إلى نهر الفرات. أملى القربة ثم غرف غرفة من بين يديه من الماء. أدنى هذا الماء من شفتيه وهو ينادي يا نفس من بعد الحزن لهوني وبعده لا كنت أو تكوني. هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين. في كتاب الأسرار العباسية يقولون أن العباس أدنى الماء من شفتيه لا ليشرب والله لكن ليقول لنفسه يا نفس حرام حرام تشربي والحسين عطشان. حرام تشربي يا نفس والحسين عطشان. أملى القربة من الماء ثم وقف أبي الفاضل. استعدوا للمصيبة أجركم الله يا إخوان يا محبين علي يا عشاق علي. بينما العباس يقاتل ذكرهم بحملات أمير المؤمنين وهو يرفرف بالراية يقلب الميمنة على الميسرة إلى أن وصل إلى هذا اللعين. يقال له حكيم ابن الطفيل عليه اللعنة يقول والله إن مر بي العباس لأقطعن يمينه. آجركم الله. بينما العباس يقاتل التفوا إليه صفوفا صفوفا. أتاه مثقل أتاه حكيم ابن الطفيل من وراء نخلا رفع السيف عاليا. آجركم الله. الزهراء تنطر على راسها زينب تنطر على
راحت يا أجركم الله وقطع يمين العباس. الله سيدي رحم الله من نادى وعباس. رحم الله من نادى وسيدنا قطعت يمينه. أمسك القربى باليد الأخرى بأبيه وبأمه، جعل يقاتل مقاتلة الأبطال. أجركم الله إذا بلا عين آخر رفع سيفه يا أبا الفاضل وقطع شماله. والعباس ينادي يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار. قد قطعوا ببغيهم يسار فصلهم يا ربي حر النار. قطعوا كفوفا يقولون يا حرملة أين أصبت العباس؟ هذا الموقف اللي يكسر القلب. يا حرملة أين أصبت العباس؟ قال أول سهم جاء في خاصرته. السهم الآخر وين؟ في القربة فأريق ماء القربة. أما السهم الذي ألم قلب الزهراء وين يا مولاي؟ قال أما السهم الثالث صوبته إلى أين يا مولاي؟ إلى عين العباس اليمنى. أجركم الله. الزهراء تأتي إلى أحد الخطباء في هذه الليلة تقول يا خطيب لماذا كنت هذا السهم الذي وقع في عين ولدي؟ يقول ماذا كانت سهم وقع في عين الحسين؟ قالت يا هذا لم أقصد ولدي الحسين إنما قصدت ولدي العباس. لما يا زهراء؟ لأن هذا السهم الذي وقع في عين العباس وقع في عين الزهراء. وقع في عين العباس. أجركم الله أجركم الله. لكن الذي يؤلم القلب إخوان وين؟ العباس مقطوع الكفين. يأتي شخص إليه يقول أنت ابن علي؟ يقول بلى أنا ابن علي. يقول إذا كنت ابن علي قم الآن وقاتلني بالسيف. العباس مقطوع الكفين. يقول العباس يا ناس أنا وين إيديا؟ أنا بن حيدر ويتهزأ علي. عظم الله لك الأجر يا زهراء، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين. انحنى العباس سقطت عمامته باين رأسه. أتاه لعين من ورائه رفع عمدا من حديد. أجركم الله وهوى بالعمد على رأسه. تشاطر مخ العباس تشاطرت دماؤه. وقع ينادي بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. أخي يا حسين أدركني. أخي يا حسين أدركني. يقال أن الزهراء حضرت الزهراء إلى مصرع العباس مولاه. طلعت من قبرها الزهراء رايحة إلى أبو الفاضل. يلا اللي تألم قلبك أمك الزهراء ها؟ لوين تروح؟ قبل أن تصل إلى جسد العباس إذا أمسكت كفه اليمنى من على التراب وضعتها على عيونها
بدأت تقبلها أجركم الله. ثم ذهبت إلى جسد المولى بالفضل العباس. والله شافت العباس مرمي ونادتها يا يما يا يما فتح عيونك شوية أرد شمك وضمك. فتح عين العباس والله فتح عيونه والدماء جمدت عليها ونادى يا يما هالدمى بعيني امسحيها. مسحت دمومه ونظر نظرة ليها وعاين الزهرة مألمها وبحالة شجية. فتح عينه العباس رأى الزهرة حاضرة كأن بها على جسد العباس، لكن بأي حال رآها؟ والله شاهدها وجرت منا دموع ودموع وناداها يا يما ليش الخد بلطوم. بعد يقول لها يا يما وكم ضلع منك يا زهرة مكسور. والله يصعب علي انظرك يا حزينة. الله الله يصعب علي انظرك يا حزينة. يصعب عليك هذا الموقف، لكن بالله عليكم تعالوا إلى زينب قليلا. ما الذي حل بقلب زينب يوم شافت جسد العباس مرمي على التراب؟ تقول الرواية خرجت ليلة الحادي عشر وصلت إلى جسد. أول كلمة تقول لأخويا لو رايت كفين أعطيك كفوفين، ولو رايت عينين أعطيك عيوني. الله يا زينب لكن وحدي هالليلة لا تخلوني. ليش يا زينب؟ بينما زينب على جسد العباس نادى العين هذه مدللة العباس. تتحملون إخواني أجلكم الله. رفع صوته وجلد زينب. زينب نادت يا أبو فاضل. تقول لي يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا أبو النفس الحنونة يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا أبو النفس الحنونة. رد عليها رد عليها صوت من يم الشريعة. رد عليها رد عليها صاحب الجفوف بالقطيعة. تقول لي يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا أبو النفس الحنونة يا أبو فاضل يا أبو فاضل يا أبو النفس الحنونة. ضربت زينب وهي على جسد العباس، لكن كأني بالعباس يرد جواب زينب. يلا نشوف ماذا قال لها. يقول لها سامحيني سامحيني على النهار يا زينب لو طاحت ويميني. سامحيني سامحيني وهذه آخر كلمة ما بينك وبيني. يقول لها سامحيني سامحيني
قطعتي ساري ويميني سامحيني والسهم يا زينب ناشب بعيني تقل بمان الله بمان الله يا خويا مودع وبالسلامة بمان الله يا خويا مودع وبالسلامة. لكن قبل أن أختمها زينب في حالة عزاء، نحن نقيم المآتم عند العباس، الآلاف يقيمون المآتم عند العباس والآلاف يقيمون المآتم عند الحسين، لكن تعالوا نرى هذه الليالي من يقيم العزاء عند زينب؟ من يقيم العزاء؟ كأني بالحسين واسيها هذه الليالي ها شباب، كأني به خرج من قبره وذهب قاصدا إلى الشام إلى زينب، كأني به مسك يدها قومي يا زينب قل له قومي يا اختي يا زينب قومي أريدك وياي تروحي تروحي إلى أين يا أبا الفاضل؟ يقول لي أريدك وياي تروحي تشوفي والله ضريحي والله ضريحي صار أجمل من الجنة. يقول لي أنا محزون يا أختي ولا أقدر أشوفك هنا غريبة عن الأوطان وبعيدة يا أختي عنا. الحسين يشد زينب بيدها إلى أين؟ يقول لي قومي قومي يا زينب قومي يا زينب اشتاقت لك الزوار والله قومي يا زينب اشتاقت لك الزوار بلكن يجوكي لعندي وبيكن تغنى. جاوبت زينب تقول لا حسين خليني بمكاني يا أبا عبد الله. ليش يا زينب؟ تقول له خليني بمكاني أنا عندي شباب ما تفارقني والله ما تفارقني يجوني كل صبح ومسيا يا أخوي. يلا الكل يشارك كلكم وياي ها واويلا يا زينب واويلا يا زينب واويلا يا زينب واويلا واويلا يا زينب واويلا واويلا يا زينب واويلا بعد مرة واويلا يا زينب واويلا واويلاها يا زينب واويلاها واويلاها يا زينب واويلاها يا زينب واويلاها يا زينب واويلاها. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت النبي المصطفى أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. يا الله يا الله كلنا سوية. أمن يجيب ويكشف السوء؟ بارك الله بكم. أمن يجيب ويكشف السوء؟ أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 10 مرات يا الله 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 يا الله
بحق زينب، اشفي صدر زينب بظهور الحجة يا الله. يا رب زينب بحق زينب، اشفي صدر زينب بظهور الحجة يا الله. اللهم اقض حوائجنا يا الله، اللهم شافي مرضانا وعافي جرحانا يا الله. اللهم اجعلنا مع انصار الامام الحجة يا الله. اللهم لا ترد هذه الايادي، لا ترد هذه الايادي الا بقضاء الحوائج يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تخرجنا عن هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى أرواح أموات الحاضرين، كل من مات على الإسلام وعلى الهدى والإيمان، وإلى شهدائنا جميعا، رحم الله من يهديه ثواب المباركة الفاتحة معطرة بذكر محمد وآل محمد.